هذه واحدة من المناطق اللي تأثرت بسبب الإعصار. المشكلة مش في الإعصار. الصخور هذه كانت من البركان. البركان قبل سنتين انفجر. فهذه الصخور طاحت هناك. لكن قوة الإعصار هي اللي خلتها توصل هنا. فتخيلوا صخرة بهالحجم ممكن تطيح على بيت. شو ممكن تسوي فيه؟ بسم الله نبدأ سعادة جديدة. How are you? I am fine. You're fine? Still alive. الحمد لله. This your house? No. My house. Full of sand. بيت اندفن. No. Nobody stay here. Where's your family? A family. You're my boy. But you still in the corner. Why? La familia. Pina. I love you. La familia. Seven people. أنا ما أفهم نفس كلامه لكن. Please, why? I'm not America. Believe in me. My family, America. Bloody shit. I need help. Come over here. Benzel. What? What's your name? Romeo. Romeo. How old are you? 77. 77? Without nobody's help, man. We will help you. Keep it with you. Anna. This is for you. I believe it. رومان واحد من الناس اللي طاح بيته او بيته اندفن والله ما يعني نحاول نتواصل معه. This your house يا no. Where is my هذا بيت ابنه. يلا نروح معاك لبيتك. يلا كم هذا بيته. الحمد لله الحمد لله انكم نجيتوا. والله احنا شفناه بالصدفه، سبحان الله ربي جمعنا معه. الله يكون في عونك.